السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما قد مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم ثلاث طرق مختلفه لنقل رسائل اس ام اس. هذا هو الرسائل كلها اس ام اس، كيف تنقلها من هاتف ايفون لايفون، من هاتف ايفون قديم الى الجديد، كل الرسائل كيف، ثلاث طرق مختلفه. اوكي، طبعا نشوف اذا هذا تنقل الرسائل، يعني مثلا يكون عندك دليل في هذه الرسائل او عندك تخليها تذكار تريد تنقلها او تحفظ في جهازك حتى تشوفها في المستقبل. كيف تنقل هذا الرسائل في هاتف جديد؟ الطريقة جدا سهل، نروح للطريقة الأول فيلا. أوكي، أول طريقة يا شباب لنقل جميع الرسائل SMS هو أنك تأخذ لقطات شاشة طويلة للرسائل المتتابعة، أو عندك مثلا مثل هذا الرسائل، شوفوا عندي رسالة طويلة، يعني في محادثة طويلة بينك وبين شخص، تريد تحفظ هذا الشخص وتحطه في هاتف جديد. كيف؟ أول شيء حمل هذا البرنامج، الرابط في الديسكريبشن، ادخل الديسكريبشن وحمل هذا البرنامج. هذا البرنامج يخليك انك تاخذ لقطات شاشة طويلة، في يعني عندك رسالة طويلة تاخذ صورة واحدة للرسالة كلها. كيف؟ الطريقة جدا سهل، تفتح الرسالة مثلا، هذا الرسالة طويلة، شوفوا اريد اخذ لقطة شاشة طويلة كصورة واحدة، الرسائل كلها كصورة واحدة. كيف؟ الطريقة جدا سهل، تاخذ لقطات شاشة بهذا، بعد ما تحمل التطبيق تفتح التطبيق تعطي الصلاحية اللازمة. الحين كل ما عليك انك تصور تاخذ لقطة بهذا الطريق، وتنزل شوي وتاخذ لقطة، تنزل شوي تاخذ لقطة، تنزل شوي تاخذ لقطة، تنزل شوي تاخذ لقطة، تنزل شوي تاخذ لقطة، يعني محادثة كاملة بهذا الطريق. بعد ما اخذت اللقطات كلها، الحين كل ما عليك انك تفتح التطبيق مباشرة، راح التطبيق يسوي بالذكاء الاصطناعي، راح يخليك صورة واحدة، شوفوا شوفوا. اوكي، الحين اضغط على هذا الزر، اضغط على السيف، خلاص الحين اذا تروح تفتح المعرض راح بتحصل الصورة طويلة، شوفوا كل المحادثة تم حفظها بهذا الطريقة. ترسل الصورة لهاتف ثاني، تحفظ عندك كتذكار أو كدليل. وبس، هذا هو الطريقة الأول لنقل الرسائل SMS من هاتف لهاتف آخر. ونروح للطريقة الثانية. أوكي، الطريقة الثانية لنقل الرسائل SMS من هاتف لهاتف آخر، مثل ما تشوفون هذا هو افرض هذا الهاتف الجديد اللي ما فيه رسائل، هذا الهاتف القديم اللي فيه رسائل كثيرة، أريد أنقل كل هذا الرسائل إلى هاتف الثاني. كيف؟ الطريقة جدا سهل، أول شيء تروح للهاتف القديم، تروح للإعدادات، بعد ما تروح للإعدادات أضغط على الآيكلود الخاص بك، بعد ما تضغط على الآيكلود أضغط على الآيكلود مرة ثانية. أوكي، الحين أضغط على إظهار كل التطبيقات، الحين بتحصل تطبيق الرسائل SMS، اضغط عليها اي مسج، اضغط فعل هذا الخيار، بعد ما تفعل هذا الخيار انتظر ثواني لين ما يتم تفعيل هذا الخيار. اوكي، بعد ما تفعل الخيار الحين ارجع خطوه للخلف، ارجع خطوه للخلف، ارجع خطوه للخلف، انزل تحت بتحصل هني اي مسج او تطبيق الرسائل، بس اضغط عليها هني بتحصل الاي مسج مفعل، هني ارسال والاستلام، اضغط عليها، اضغط على هذا الزر واضغط على تسجيل دخول. اوكي، انتظر لين ما يتم تسجيل الدخول. اوكي، خلاص تم تسجيل الدخول، خلاص الحين ارجع. اوكي، مثل ما تشوفون نحن الحين الايكلود، هذا الايكلود، الحين كل ما عليك انك تروح للجهاز الثاني اللي ما في رسائل، تروح تضغط على اعدادات. اوكي، سجل دخول في نفس الايكلود، الايكلود اللي موجود في هذا الجهاز سجل دخول بهذا الجهاز ايضا. اوكي، بعد ما تسجل دخول الحين كل ما عليك انك تنزل لتحت بتحصل اي مسج نفس الطريقه،
تروح لهذا الخيار، تسجل دخول، تسجيل دخول. اوكي، بعد ما سجلت دخول خلاص ارجع خطوة للخلف، ارجع للخلف، روح لل اي كلود الخاص بك، حسابك. الحين انزل تحت بتحصل الاي كلود، اضغط عليها. انزل اضغط على اظهار التطبيقات، روح لاي مسج، اضغط فعل هذا الخيار. بعد ما تفعل هذا الخيار انتظر ثواني لين ما يخلص اللودينج. اوكي، الحين روح افتح تطبيق الرسائل اي مسج، انتظر ثواني راح يعطيك استعاده او حفظ الرسائل كلها من جهاز هذا للجهاز الثاني. اضغط على موافق هنا. اوكي خلاص تم النقل كل الرسائل، نفس ما تشوفون كل الرسائل اللي موجود هنا مباشره تم نقلها هنا. طبعا في رسائل مش مشابهه لان هذا التطبيق الهاتف كان فيه رسائل من اول، فتم الدمج، يعني نقل كل الرسائل اللي موجود هنا وايضا اللي كان موجود في هذا الهاتف كلها مباشره الى هنا. وبس هذا هو طريق النقل الرساله. الطريق الثاني لنقل الرساله اس ام اس من هاتف قديم الى الجديد. نروح للطريقه الثالثه، فيلا. اوكي يا شباب، الطريقة الثالثة لنقل الرسائل اس ام اس من هاتف لهاتف اخر، مثل ما تشوفون هذا الهاتف فيه مجموعة كبيرة من رسائل، اوكي؟ بعكس هذا الهاتف ما في اي رسالة، ابي انقل كل هذا الرسائل في هاتف الثاني. كيف الطريقة؟ جدا سهل، عن طريق برنامج 3 اي توز، عن طريق كمبيوتر ويندوز. طبعا البرنامج متوفر للويندوز والماك. اوكي، ثبت البرنامج على الجهاز البي سي او جهاز ماك ويندوز اي شيء. الحين بوصل افتح برنامج 3 اي توز، نفس ما تشوف هذا هو البرنامج. بعد ما تفتح البرنامج الحين اضغط على النسخ واستعاده، اضغط عليها. هني عندك النسخه الاحتياطيه، اوكي، يعني تحفظ المكان، يعني لا تغير اي شيء. اضغط على نسخ احتياطي الان، اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها انتظر ثواني لين ما يسوي لك نسخة احتياطية لبياناتك. ناس ما يشوفون هنا عندك حجم البيانات الخاص بك. خلاص تم عمل نسخ احتياطي، اضغط على موافق. اوكي، الحين كل ما عليك انك تروح تغلق هذا، تضغط على استعادة او نسخة احتياطي، نسخ واستعادة. الحين كل ما عليك انك تروح تضغط على هذا الخيار. اوكي، ناس ما تشوفون الحين هذا هو اخر نسخه احتياطيه اللي قمنا فيها. اوكي، ناس ما تشوفون هذا اخر نسخه. اوكي، يقول لك هني الساعه اللي سويت فيها نسخه احتياطيه، ناس ما تشوفون 5/26 تاريخ ساعه، كل شيء موجود هني بالساعه، تعرف المكان اللي سويه النسخة اللي سويت. اوكي خلاص، بعد ما تسوي نسخة احتياطية على جهازك الكمبيوتر اخرج هذا، حطه في الجهاز الثاني بهذه الطريقة. وصل الجهاز الثاني، الحين اضغط على نسخ احتياطية، اضغط عليها. اوكي، روح للخيار الثاني. اوكي، اذا ظهر لك هذا الخطا يقول لك الهاتف اي او اس قديم فلازم تحدث الجهاز، فراح بحط هاتف بجرب على جهاز ثاني. نفس ما تشوفون هذا الجهاز الثاني اللي ما في اي رساله، راح نوصل الجهاز نسخه الاي او اس قديم، يعني التحديث قديم فما ضبط الطريقه. نروح نجرب على الهاتف الثاني، ما في اي رساله، شوفوا. الحين نروح للنسخه احتياطي، روح للخيار الثاني، انتظر ثواني، حدد النسخة الاحتياطية اللي سويناها على هذا الهاتف. اوكي، الحين اضغط على ريستول داتا، يعني عمل استعادة، اضغط على التالي. خلاص انتظر ثواني لين ما يسوي لك استعادة باك اب للرسائل اللي في الهاتف مباشرة نقرأ في هذا الهاتف. اضغط على ستارت ريكفري، يعني اضغط على بد. اوكي خلاص، الحين الناس يشوفون الجهاز تجري الاستعادة المعلومات، ناس ما شافون جاري العمل، يعني تنتظر لين ما يكمل هذا الخطوات كلها. صح صح صح، والطريقة الثالثة ايضا صح، راح تنتظر لين ما يكمل. اوكي، مباشرة راح يسوي لك استعادة،
اوكي خلاص تم عمل، اضغط على، لا تضغط اي شيء، اضغط انتظر ثواني لين ما يفتح الجهاز. خلاص فتح الجهاز، الحين اضغط على تشغيل، متابعة، مرات متابعة. اوكي عدم استخدام. اوكي خلاص الحين لو تفتح تطبيق الرسائل بتحصل كل الرسائل موجودة. بهذه الطريقة سوينا نسخة احتياطية من الرسائل على هذا الجهاز ونقلها مباشرة باستعادة الرسائل في هذا الجهاز الثاني. وبس هذا هو طريقة نقل الرسائل SMS من جهاز لجهاز آخر، ثلاث طرق مختلفة. وبس إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر. بس مع السلامة.